اهلا بيكم اعزائي طلبه الثانويه العامه. النهارده معانا نموذج الوزاره الثاني لسنه 2020 في اللغه الفرنسيه. هنحاول نحله مع بعض زي ما عملنا في النموذج الاولاني. بدينا قطعه صغيره كده بتقول رافائيل نادال. رافائيل نادال طبعا احنا مش بنترجم، احنا بنحل على طول، واثناء ما احنا بنحل بنحاول نترجم لو في كلمه صعبه او حته مش مفهومه عشان نفهم الكلام، لان احنا اخر السنه برضو زي ما احنا قلنا قبل كده مش مطلوب مننا ان احنا نترجم كل كلمه في القطعه عشان نعرف نحكي. رافائيل نادال ايني لو 3 جوان 1986 ا ماناكا en Espagne. Il est grand. Il mesure 1 m 85 cm. Il n'est pas gros. Il est mince et il pèse 85 kg. Il a les cheveux bruns. Il a les yeux marrons. Il est sociable et courageux. Il fait du tennis depuis l'âge de 4 ans. Il adore le tennis. Il aime aussi le football et le basketball. Tous les matins, il aime faire de la course à pied et de la natation. Elle n'aime pas l'équitation. En été, quand il n'a pas de compétition, il fait souvent de l'escalade avec ses amis. Il n'aime pas beaucoup manger. Son plat préféré est le poisson. Il aime les couleurs orange, les couleurs orange et rouge. Rafael Nadal est devenu le grand champion olympique de tennis en 2008. Nous avons un premier question. Rafael Nadal est français, espagnol, anglais. Bien sûr, il y a un sotre de la première fois. Rafael Nadal est né le 3 juin 1987 à Monaco. اسبانيا. انا اسبانيا يبقى اكيد جنسيته هتكون اسباني. رافائيل نادال ايني اون. طبعا ده معتمد على حفظنا للارقام. والارقام انا مش لازم احفظها بالابيلاسيون بتاعها والسبيلنج بتاعها لاني بتكون باينه، يعني هنا لو شايفين 1900 طبعا هو فوق كاتبها سنه 86. طب لو بصينا في الثلاثه كده 1980 يعني 1980. هنا 4 هنا 5 هنا 6 ببساطة جدا هتبقى الأخيرة. رافائيل نادال إيه صفاته بقى؟ نطلع بقى ونشوف هو كاتب إيه صفاته. في السطر الثاني كاتب إلي غران طويل، الميزيغ وطوله 1.85 متر. إيه ني با غرو ومش تخين. طب نشوف الإجابات اللي مديها لنا، كاتبها لنا بغان غرو. خلي بالنا هنا كاتب لنا لما جه يكمل بقى السطر قال إلي مانس يعني رفيع، وفي السطر تحتها قال شيفو برين وعينيه لونها بني. طيب يبقى هو برين وغرو غرو؟ لا ما ينفعش لان هو كاتب اني با غرو. طب غران اي مانس طويل ورفيع ولا غران اي غرو؟ طبعا طويل ورفيع زي ما هو كاتبها لنا في السطر الثاني. رافائيل نادال ايه من صفاته؟ ان هو تيميد ولا سبورتيف ولا غورمون؟ طيب شوف بقى جبنا في اكثر من حته في القطعه. في السطر الرابع مكتوب إلي سوسيابل. سوسيابل يعني إيه؟ يعني شخصية اجتماعية. طبعًا استحالة يكون شخصية اجتماعية وهو في نفس الوقت المكتوبة تيميد الأولانية، لأن لو تيميد يعني خجول، يعني ما بيكلمش حد، يبقى ما ينفعش يكون سوسيابل. يبقى دي ما تنفعش. طب غورمون في السطر هنا كاتب إن با بوكو مانجي، ما بيحبش ياكل كتير، يبقى هو مش غورمون، لأن إحنا حافظين كلمة غورمون من سنة أولى إن هو شره أو مفجوع حبتين. وكمان في السطر الرابع كاتب الفي دو تنس وبيلعب تنس، يبقى هو شخصيه ايه؟ رياضيه. رافائيل نادال تيست فير دو بيكره يلعب ايه؟ ناتاسيون ولا ايكيتاسيون ولا كورس ابيي؟ شوف كده السطر ده مكتوب ايه؟ ان نيم با ليكيتاسيون، مكتوبه بالنص. تمام. رافائيل نادال ام لا كولور، بيحب انهي لون؟ مارون برون روج موجوده في السطر قبل الاخير. شوف انا بدور على الحته بتاعت اللي جابها لي في السؤال وبطلعها بسهوله. إيه ام لي كولور اورانج روج؟ هو كاتب بيحب لون اورانج روج، في الاختيارات جايب لنا روج فعشان كده خدنا.
En 2008, Rafael Nadal a gagné des compétitions de tennis, de basketball, d'escalade. في 2008 فاز بإيه؟ طبعا 2008 عيني على طول هتروح على السطر الأخير. هو بيه بيقول لك أنا جراند شامبيون أولمبيك، يعني بطل أولمبي كبير في التنس. يبقى دي تنس قطعة سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة. القطعة اللي وراها بتقول: سالو، Voici mon repas idéal. Pour commencer, je prends une orange. J'adore ça. Je n'aime pas beaucoup la soupe. Comme plat principal, je prends du poisson avec des frites et des haricots verts. Je déteste les carottes. Puis, je mange un peu de fromage, mais pas de salade. Et pour le dessert, je préfère un gâteau au chocolat. C'est délicieux. Et comme poisson, je prends un coca. Je te conseille de manger des repas équilibrés pour être en bonne santé. Michel. برضو مش هنترجم وهناخد الأسئلة على طول ونشوف تطلع الإجابات إزاي. ميشيل ديكري سون ريبا بريفيري. يعني ايه ديكري؟ ديكري عدة مزرور علينا، معنى بيوصف وجبته المفضلة. طب نشوف كده، فأول كلمة في أول سطر كاتب فواسي مون ريبا بريفيري إيديال، ها هي وجبتي المثالية. في البداية باكل ايه وباكل ايه وايه وايه، يبقى هو هنا بيوصف وجبته المفضلة، صح ولا غلط؟ طبعا فري. ميشيل أدور مانجي لي أورانج، بيعشق أكل البرتقال. فين الأورانج؟ هنا ندور كده على أورانج. في السطر الثاني كاتب جو بران أون أورانج، جادور سا، أنا بحب ده، يبقى فيه. ميشيل بران دو بولي كوم بلا برينسيبال، يعني ايه؟ يعني ميشيل بيتناول الفراخ كطبق رئيسي بالنسبه له. لو بصينا في السطر الرابع كاتب جو بران دو بواسون افيك دي فريت اي دي زاريكو، ده الطبق الرئيسي بتاعه. يبقى هو طبعا شايفين كل السطرين دول، يبقى الجمله غلط. ميشيل ام لي زاريكو فير اي لي كاروت، بيحب ياكل فاصوليا خضراء وكاروت اللي هو الجزر. طب نشوف كده، هو هنا كاتب ايه؟ Je prends du poisson avec des frites et des haricots. يعني بياكل اريكو. اريكو فيري، فاصوليا خضراء. ايه جي ديتست لي كاروت. طالما جاب لنا حاجتين، واحده بيعملها والثانيه لا، يبقى الجمله على طول غلط. لكن لو جاب الحاجتين بيحبهم يبقى كنا عملناها ازاي. Comme dessert, il préfère le gâteau au chocolat. عيني على طول تدور على الجاتو والشوكولا، ها لقيتوها اهي. فوق لي ديسير جو بريفير ان جاتو وشوكولا، بالنص يبقى اكيد جملتنا صح. ميشيل ديتست لو كوكا، ديتست لو كوكا، دور على الكوكا على طول. اهي فوق من تحت. اي كوم بواسون جو بران ان كوكا، يبقى هو بيكرهها ازاي وهو فوق في القطعه كاتب لنا بيشربها، يبقى الجملة غلط. ندخل على أسئلة المواقف. أنا مي فو دوموند أو فو زالي بور فير لي كورس، فو ديت أو زو أو جاردان أو سوبر مارشي. صاحبك بيسألك بتروح فين عشان تعمل مشترياتك، تمام؟ مشتريات يبقى أكيد في السوبر مارشي. Pour donner un conseil à votre équipe, vous dites « Le football est ma passion, jouez bien, ne gagnez pas le match. » Peut-être des nasiha les fariqak, hatoul lohom eh. Jouez bien, l'abou kwaïs, tamam. Oriente des produits sucrés, vous dites « Je voudrais du chocolat, je voudrais du fromage, je voudrais du poulet. » قسم منتجات السكريات حاجات الحلوة، انت هتقول ايه؟ حاجات حلوة، يبقى اكيد شوكولا. Vous demandez à votre ami pourquoi il aime aller à la campagne. Il dit parce que l'air n'est pas pur, parce qu'il y a trop de bruit,
باسكو لا ناتور اي بيل. بتسأل صاحبك ليه هو بيحب الذهاب للريف، الذهاب للريف يبقى اكيد لا ناتور اي بيل. خلي بالك الاولانيه منفيه عشان كده ما خدناهاش. انا مي فو دوموند كيل مويان دو ترانسبور فو بريفيري، فو ديت لو سبور لو بوس لو تروتوار. صاحبك بيسألك أي وسيلة مواصلات أنت بتفضلها، فأنت أكيد هتقول له الأوتوبيس. Vous acceptez l'invitation de votre ami. Vous dites très bonne idée. Désolé, je ne suis pas d'accord. Accepter يعني تقبل، بتقبل دعوة صديق، يبقى هتقول له إيه؟ Très bonne idée، فكرتك جيدة جدا. À la pharmacie, le pharmacien vous dit voilà le médicament, voilà le menu, voilà la glace à la vanille. Et à la pharmacie, في الصيدلية، الصيدلية بقى أكيد هتبقى الميديكامون. Vous vous informez sur l'heure du départ du train. Vous dites في النموذج اللي فات اتفقنا على كلمة انفورمي بس بمعنى تخبر، لكن لما تبقى فعل ذو ضميرين فو فو انفورمي بيبقى تستعلم، بتستعلم عن موعد رحيل القطار، ديبار يعني رحيل القطار، فانت هتقول ايه؟ يبقى هنا سؤال، وهو جايب لنا ثلاث اسئله نقراهم. لو تران كون بونسي فو؟ كون بار لو تران؟ كومون تالي ا لا جار؟ يبقى بار حتى جايه من كلمه دي بار، لو بصيت فيها دي بار هتلاقيها بار يعني شبهها. امتى القطار سيرحل؟ Votre frère aime se déplacer à vélo. Vous lui dites, ne fais pas attention, roule sur la piste cyclable, ne roule pas au feu vert. صاحبك بيحب يتنقل بالعجلة، بيحب يتحرك كتير بالعجلة. Vous dites, هتقول له ايه؟ امشي في ممر الدراجات. Un ami vous demande ce que vous faites à la campagne. Vous dites, à la campagne, il y a beaucoup d'insectes. Je vais au théâtre ou au cinéma. Je donne à manger aux animaux. صاحبك بيسألك أنت بتعمل إيه في الريف؟ فأنت هتقول له إيه؟ Je donne à manger، جملة من الجمل الشهيرة بتاعت الريف، أنا بأكل الحيوانات. طيب، نروح للقواعد كده ونشوف أخبارها إيه. J'ai écrit notre numéro de téléphone sur le papier. صم سا سي، زي ما قلنا كده اسئله القواعد نسبه كبيره منها معتمده على حته مذكر ومؤنث. طبعا نيميرو كلمه مذكره فهناخد صم. Vous pouvez prendre notre route ce 7 7، برضه مؤنث ومذكر. route اللي هو الطريق مؤنث يبقى ياخد 7. Elle a mal au ventre. Elle doit aller chez le médecin. وي هل دوا نقط عليه، هي هتروح عند الدكتور. فهنا عند الدكتور يعني مكانه، يعني عيادته، يعني مكان. طالما ان هي مكان وهتذهب له يبقى ايكغ. تي فوا انكور تون امي فرونسي؟ نو جو نو فوا نوت مون امي فرونسي. طبعا في النفي في عندنا في السؤال كلمة انكور، واحنا حافظين ان كلمة انكور بتتنفي ب ني بلي. نوت فوتو فو زالي شوازير، رجعنا للمؤنث والمذكر، وكلمة فوتو جمع مؤنث، تمام، يبقى هناخد الأخيرة. جيم بيان فواياجي نوتخان دون اون ا. طبعا وسائل المواصلات اللي احنا بنركب جواها اكيد هتاخد اون. Hier, Alex est entré noir tard. Est arrivé, sont arrivés, sont arrivés. هنا امبارح يعني الجملة في الماضي، وجايب لنا ثلاث إجابات ماضي. أليكس وأندري الضمير اللي يساويهم إيه؟ اللي جمع، وإيه اللي جمع؟ يبقى أكيد هناخد الأخيرة وتبعيتنا محطوطة كده. اليا بوكو نوار جو. في كلمات كتير بتدل على كميات من أمثال بوكو دو وبو دو. الدو بتاعتها دايما بتكون دو، ما بتتغيرش رغم ان الكلمه اللي وراها بتكون جامد. نوت بريزونت تو تي زامي كي كو كوا.
طبعا كو استحاله ان كو لازم تبقى اول كلمه في السؤال، يبقى اكيد. طب ليه ما خدناش واي من السؤال؟ عشان نقول انت بتقدم اصحابك لمين؟ طبعا اكيد هتقدمهم لعاقل، يبقى اكيد كي. Ils ont passé de nombreuses vacances. مذكر مؤنث تاني، فاكونس جمع مؤنث، تمام. Je vais dans la salle de judo. برضو مؤنث ومذكر، كلمة سال كلمة مؤنثة، يبقى هناخد الأولانية. نشوف الإيميل. Salut. Où es-tu allé hier? Comment et avec qui? قلنا الإيميل ببدأه بكلمة سال. أول سؤال، أنت رحت فين امبارح؟ ركز في الأزمنة، أنك لازم تعمل الإجابات على نفس أو في نفس زمن السؤال. السؤال في الماضي يبقى إجابتك ماضي، سؤالك مستقبل يبقى إجابتك مستقبل. هنا ماضي، أنت امبارح رحت فين؟ يبقى هي جو سويز علي أو كلوب. جملة بسيطة ما فيهاش أي مشاكل. أو كلوب هي دي الكلمة اللي حطيتها، زي ما قلنا لازم تبقى إجابتك كاملة. إزاي رحت هناك؟ قالوا جو سويز علي أون بوس. رحت بالأوتوبيس. طب افيك كي؟ جو سويز الي افيك مي زامي. طب يا مسيو ما ينفعش على طول اكتب اون بيس مي زامي؟ نو، لازم اجابتك تبقى كامله. ده كان الايميل وسهل وبسيط وابليس في الاخر. موضوع التعبير الاولاني، طبعا زي ما احنا حافظين وعارفين لازم نكتب خمس جمل ونستخدم الكلمات المدهاني او معانيها. اول سؤال، اول موضوع بيقول ايه؟ Où passez-vous vos vacances وكل activité vous faites وavec qui ومدينا ثلاث كلمات voyager وintéressant وle temps. أين تقضي أجازتك؟ الأنشطة اللي بتعملها ومع مين؟ ومدينا ثلاث كلمات اللي احنا عارفين حافظينهم voyager يسافر وintéressant شيق وle temps الجو والطقس والكلام ده. Chaque été je passe mes vacances à la campagne. أنا عملت جملة هنا في المضارع على أساس ما حددناش زمن، ويقول لك أنت بتقضي أجازتك فين يعني بصفة عامة. يبقى كل صيف أنا بقضي أجازتي في الريف. Je voyage avec ma famille. أدي استخدمت أول كلمة معنا voyager، أنا بسافر مع عيلتي. À la campagne le temps est beau. نتكلم عن حالة الجو. في الريف الجو جميل. Je donne à manger aux animaux. حاجة بنعملها في الريف، طبعا حاجات كتير جدا احنا حافظينها. انا كتبت واحدة منهم اللي هي انا باكل الحيوانات. و la vie à la campagne est intéressante عشان اشتغل بكلمة intéressant اللي هو مدهاني. الحياة في الريف شيقة وجميلة. جمل بسيطة سهلة اخد بيها الدرجة النهائية بدون أي كلام. الموضوع الثاني، vous avez visité une ville. زرت مدينة من المدن. اوصف لنا الكارتي الاحياء اللي فيها، مويان دو ترانسبور وسائل المواصلات والمجازر المحل. هيير جو سويز الي او كير. انا ليه عملتها ماضي؟ لان هو السؤال اساسا سالناه في زمن الماضي، يبقى اجابتي هتبقى ماضي. هيير انا رحت القاهره، ادي مدينه من المدن. لو كير اي اون غراند فيل. هبتدي احكي بقى. القاهره دي مدينه كبيره. اليا بوكو دو كارتي او كير. فيها أحياء كثيرة، وهذه كلمة كارتيه اللي هو عايزها. Je vu beaucoup de moyens de transport. وشفت هناك إيه؟ كثيرا من وسائل المواصلات. وهذه الكلمة الثانية اللي هو عايزها. Au centre ville, je vu beaucoup de magasins. وفي وسط المدينة شفت محلات كتير. يبقى أنا اديته الثلاث كلمات اللي عايزهم، كارتيه وموان دو ترانسبور ومجازان، وعملت جمل سهلة وبسيطة وضمنت الدرجة النهائية. إذا عجبك الفيديو ياليت سبسكرايب ولايك للقناة، واستنونا فيديوهات تانية تخدمنا في امتحان ثانوية عامة. شكرا لكم.